مضطرحون الآن وليس لأجسادنا شفاء. فيا من والدت الإله مخلص العالم ومزيل الأسقام، نبتهل إليك يا صالحان أن تمهدينا من فساد الأمراض. الوسيطة لدى الخالق غير المردودة، لا ترضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطا، بل تداركين بالمعونة بما أنك صالحة، نحن صارخين إليك بإيمان. بادري إلى الشفاعة واسرعي في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائما بمكرميك. سأذكر اسمك في كل جيل وجيل، سأذكر اسمك في كل جيل وجيل. يا بنت انظري وعميل يضنك وانس شعبك وبيت أبيك فارتع الملك حسنك. سأذكر اسمك في كل جيل وجيل، من أجل نكون مستحقين لسماع قراءة الإنجيل المقدس للرب إلهنا نتضرع. فلنستقم ولنستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك عظيم. شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. نحن لك يا رب المجدولا. لنصغي في تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت إلى بيت زخريا وسلمت على إليصابات. فعندما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكذ الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس فصاحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فإنه عندما بلغ سلامك إلى أذني ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني، فطوبى للتي آمنت أن سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمتي، فمنذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس. ومكثت مريم عندها نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. مجدولك يا رب المجدولات. المجد للأب والابن والروح القدوس. أيها الأب والكلمة والروح أثلوت في وحدانية، امحو كثرة خطايانا وزلتنا. الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. في شفاعة والدة الإله وطلباتها، أيها الإله الرحيم، امحو كثرة خطايانا وزلتنا. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك، وكمثل كثرة رافتك امحو ما اثيمي. ايتها السيدة الكل يقدسها، لا تكلين الى شفاعة بشرية، لكن تقبل ابتهالاتنا نحن عبيدك، لأننا في ضغط وحزن ولا نستطيع أن نحتمل قسي الشياطين، وليس لنا ستر ولا ندري إلى أين نلتجئ،
نحن الأشقياء المحاربين من كل جهات، وليس لنا سلوة سواك. فيا سيدة العالم وشفيعة المؤمنين، لا تعرضي عن ابتهالاتنا، بل اصنعي ما يوافقنا. ليس أحد يسارع إليك ويمضي خزيا من قبلك. أيتها البدول النقية أم الإله، لكن يطلب نعمة فينال الموهبة بحسب ما يوافق طلبته. يا والدة الإله العذراء، أنت سلوة المحزونين وشافية السقما، فخلصي شعبك ومدينتك يا سلامة المحاربين، وأمنا وهدوءا للممطر عليهم، ونصيرا للمؤمنين وحدك. عاش البتول التي أظهرتها للعالم، فمبارك أنت يا إله بينا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، أيتها الأم النقية توسلي إلى مريد الرحمة الذي ولدته أن ينجي من الزلات والأدناس نفوس الصارخين بإيمان. مبارك أنت يا إله أبائنا، المجد لله والابن والروح القدس، كنزا للخلاص وينبوعا لعدم الفساد، وبرجا حصينا وبابا للتوبة.